موضوعات متنوعة، مادة معرفية ثرية، وقضايا الرأي بطرح خاص يصحبكم فيها عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج. مساكم الله بالخير وحياكم الله في أربعاء عرفجي جديد، وإحنا اتفقنا على هذا المصطلح من قبل. أربعاء مختلف، مختلف تماما، وأقول مختلف لأننا في هذه الأيام نعيش أجواء وأصداء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واسمحوا لي أرحب بعامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج من الولايات المتحدة الأمريكية. طائر السلام العرفجي طار إلى أمريكا وتركني وحيد في استديو الرياض. دكتور مساك الله بالخير وحياك الله في هلا بالعرفج، وكيفك مع أمريكا؟ أهلا بكم، وأحيي طبعا المشاهدين والمشاهدات. وزي ما أنت عارف، أول شيء الإنسان لازم يسجي الشكر لأهل الشكر. أنا أول مرة في حياتي طبعا أروح في الرحلات الملكية هذه، لذلك أقدم الشكر لمن أحسن الظن في، خاصة أن الوفد كان كله عبارة عن أعضاء وعضوات مجلس الشورى أو رؤساء تحرير، يعني ما في كاتب إلا أنا، ولا في أيضا إعلامي إذا صح التعبير إلا أنا. فأنا أشكرهم على أحسان الظن بي، خاصة أن الزيارة هذه نستطيع أن نقول عنها تاريخية، تاريخية بعدة معاني، بحجمها، بعدد الاتفاقيات اللي فيها، أيضا بطولها، أيضا بتنوعها، أيضا بتجاذباتها، تحالفاتها، المحادثات اللي صارت. فأنا أول شيء أشكر من أحسن الظن في أنه أكون ضمن الوفد وأكون الكاتب الوحيد، وإن شاء الله اللي الموجودين فيهم البركة، واللي راحوا قبلي فيهم البركة، واللي سيأتون بعدي فيهم البركة. بالنسبة لي طبعا تعرف أمريكا في المنظور الوجداني، أنا عرفت أمريكا من خلال شعراء المهجر، من خلال ميخائيل نعيمة الشاعر اللبناني الكبير عندما قال أمريكا بلد الأحلام. أنا عرفتها من إيليا أبو ماضي، من جبران خليل جبران، من إلياس فريحة، من طابور طويل من شعراء المهجر، تلك الثلة الشاعرية اللبنانية التي تركت لبنان وذهبت إلى أقاصي الدنيا من أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأمريكا. وفي ذلك يقول إيليا أبو ماضي: لبنان لا تعذي البنيك إذا هم ركبوا إلى العلياء كل سفين، والأرض للحشرات تزحف فوقها، والجو للبازي وللشاهين. فهو لم يرتضي أنه يقعد في لبنان على الأرض طالما أنه في جوع وكذا، بل ركبوا البحر وسافروا إلى الجهات الأربع ومن ضمنها أمريكا. طيب جميل دكتور، المهم أنك تكون عندنا إن شاء الله في المرة الجاية في الأسبوع القادم، ونشوفك في الرياض إن شاء الله تعالى. أنا أستأذنك أنه نبدأ بأخبار العرفج، والأخبار العرفج اليوم أيضا لها طابع وشكل مختلف. حناخذ الأخبار عبارة عن مقطعين في البداية. المقطع الأول مقطع يجمع الملك عبد العزيز بالرئيس الأمريكي السابق روزفلت، نشوفه يا شباب. مدمرة أمريكية تأتي بجانب طراد بمنطقة البحيرات المرة على قناة السويس في مصر. تحمل الملك ابن سعود ملك المملكة العربية السعودية ذات 5 ملايين نسمة إلى اجتماع مع الرئيس روزفلت الذي توقف بعد عودته من مؤتمر القرن. وقد فرش سطح المدمرة بالسجاد النادر للملك. تسجل رحلة 800 ميل هذه أول مرة يغادر فيها الملك ابن سعود وطنه. الكولونيل ويليام إيدي الوزير الأمريكي المفوض في المملكة العربية السعودية يرافق الملك ووفد رسمي من 48 عضوا.
ابن سعود ذي 70 عاما من العمر يصعد على متن الطراد لمقابلة السيد روزفلت. في حديث ودي قام بترجمته الكولونيل إيدي، تبادل الملك العربي والرئيس الأمريكي المناقشات بشأن المسائل المشتركة في التجارة والعلاقات مع المملكة العربية السعودية. الملك عبد العزيز والرئيس الأمريكي روزفلت، علاقات سعودية أمريكية ضاربة في القدم وفي التاريخ، تعليقك يا دكتور. شوف، هذه أعتقد أنها علامة فارقة في تاريخ الدولة السعودية، لقاء الملك عبد العزيز مع الرئيس روزفلت. طبعا كما سمعت في التقرير، قابلوا في البحيرات المرة عام 1945. أيضا هذه كانت الرحلة الوحيدة للملك عبد العزيز خارج السعودية، لم يكن غيرها. أول رئيس، أول مسؤول أو أول ملك سعودي يزور أمريكا كان الملك سعود رحمه الله في عام 1947، وأول رئيس أمريكي يزور السعودية هو ريتشارد نيكسون كان عام 1974 على ما أعتقد. هذه الزيارة كانت تاريخية. أنا من نعم الله علي أني قابلت الشاعر الشيخ عبد الله بالخير رحمه الله اللي كان مترجم معاهم، لأنه هو توفي قريب رحمه الله، فحكالي عن اللقاء هذا وحكالي عن الحميمية وحكالي أيضا عن أنه كان روزفلت مبهور وقال أن الملك عبد العزيز يعني مفاوض صعب ويمتلك جاذبية وكاريزما ساحرة، رغم أنه كان في السبعين آنذاك. فهو التقى فيه في مصر وكانت السفرة الوحيدة. وأيضا أعتقد أنه إحنا في حلقة من حلقات أهل بالعرفج استعرضنا أغنية قام بتلحينها محمد عبد الوهاب عندما زار هذه الزيارة الملك عبد العزيز، زار مصر والتقى خلالها نيكسون. طبعا هذه لما تقول أنت عمق تاريخي، هذا العمق التاريخي، 80 سنة وما زالت العلاقات بين السعودية وأمريكا كأنها أمس، والشاعر الجاهلي يقول: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي. إحنا الآن نمر 80 سنة مع أمريكا ولم نسأم ولم نمل، بل نعمل بجد واجتهاد لبناء مستقبل لأمريكا وللسعودية معا، يدا بيد، مثل بمثل، سواء بسواء. جميل. تحدثت دكتور عن الأستاذ عبد الله بالخير الشاعر والمترجم الكبير اللي عرف عن ترجماته، وكان مترجم مع الملك عبد العزيز. بنشوف مقطع عن هذا الشخص، عن هذه الشخصية اللي تستحق حقيقة أن تبقى مؤرخة في التاريخ السعودي، وبنرجع نسمع تعليقك. كنت أنا أيضا أترجم ما يجري في بعض الأوقات من دون، يعني الملك اختصر جلسة خاصة سرية مع تشرشل وجلسة خاصة مع روزفلت. أكثر ما جاء مع تشرشل أنا حضرته، وتقريبا هو معروف ما جرى، هو واحد يعني. ماذا جرى؟ والله كلام الملك عبد العزيز يقول لهم أنه أنا البحر الأحمر هذا تقريبا أمنت لكم إياه من الإيطاليين الموجودين في أسمرة وموجودين في مصوع، ومن الإفرنسيين الموجودين في جيبوتي، وأنا أيام الحرب هذه أريد ثمن مشاركتي لكم في النصر. 45 النصر خلاص باقي يعني شهرين وتسلم اليابان يعني. نعم. فأنا أريد حقي، وأنا ذيك الأيام كشاب يعني أعجبت بالتعبير، يعني أريد حقي من النصر لأني شاركت فيه يعني. مش منحة، مش شحاتة، أنا أمنت لكم هذا. لو لم أكن موجود كان يحتاجين إلى 50-60 ألف يعني ينتشرون من الغواصات. أيامها ظهرت 3-4 غواصات يابانية مثلا يعني. هذا الأستاذ عبد الله بالخير، ومن المرات القليلة اللي يخرج ويتحدث فيها ويعرفون عنه الناس. تعليقك يا دكتور.
بلا شك انه الاستاذ عبد الله بالخير كان شخصيه وكان يستحق ثقه الملك عبد العزيز الله يرحمه، كان الملك عبد العزيز يثق فيه، يعني كان كثير اللي حول الملك عبد العزيز يحكون انجليزي كان يعتمد عليه بالذات في المترجمات الخاصه، يعني في جلسه من الجلسات هو وروزفلت وكان عبد الله بالخير ثالثهما، لم يكن معهم احد الا عبد الله بالخير وهو المترجم الوحيد حتى لروزفلت ايضا. عبد الله بالخير في أكثر من كتاب كتب عنه، وهو أيضا أديب وكتب أيضا كتاب، وعنده أيضا ذرية صالحة، يعرب ابنه يعرب وبقية أبنائه. أنا أعتقد إنه الملك عبد العزيز عندما أسس علاقة السعودية بأمريكا أسسها على أساس متين، لذلك هي استمرت هذا الوقت. أنت تعرف التجاذبات، الخلافات بين السعودية وأمريكا كانت في أكثر من مرة أيام الحظر عام 94 عندما حظر الملك فيصل تصدير البترول لأمريكا، 9/11 كانت أيضا مطب كبير للعلاقات، لكن كانوا يتجاوزونها زي الأخوان، يعني غالبا أنت وأخوك تختلفون على أشياء بسيطة لكن في الأخير يستمر الصلح. يعني طبيعي أن الإنسان يختلف، لكن اللي غير طبيعي أن تأتي الخلافات وتؤدي إلى مقاطعة، بينما هي علاقات مستمرة. وفي هذا اليوم يعني لازم نترحم على الملك عبد العزيز اللي أسس بوعيه آنذاك، يعني أنت تتكلم عن رجل لم يخرج من جامعات ولم يتخرج ولم يقرأ ولم يكتب، بل بوعي فطري وإلهام رباني توصل إلى أنه يفاوض أكبر رئيس دولة آنذاك، وما زالت هي أمريكا أكبر دولة، إلى أنه يضع هذه الأسس التي نحن الآن نتنعم بخيراتها. نعم دكتور، يعني الملاحظ هذا الأسبوع أن الساعة رجعت. الساعة رجعت صحيح والله. لا والله الساعة، ترى واحد صديق قال لي يعني لازم تطلع، يعني أنت في أمريكا تطلع بساعة وهنا الوقت مهم، فأعطوني الساعة يعني ترى بس مدة ساعتين بعد البرنامج حرجعها لهم. ساعة الطوارئ ذي، ساعة إسعاف. طيب نروح من نعم طيب نروح لتصريح الأسبوع. تصريح الأسبوع هذه المرة من الموقع الإلكتروني لأرامكو السعودية: الدور الثقافي لأرامكو السعودية، فن صناعة التميز. قطرة من نفط تدير حركة الاقتصاد، وأخرى من حبر تشعر الفكرة والإبداع، كلتاهما طرفي معادلة توازن بهما شركة أرامكو السعودية بين مسؤوليتها كمزود عالمي آمن وموثوق للطاقة، وكشركة ترعى الفكرة وتطلق الخيال نحو الإبداع والتميز ضمن أدائها لمسؤوليتها الاجتماعية. تعليقك دكتور. شوف، بالنسبة للمنطقة الشرقية وسكان المنطقة الشرقية يعرفون ماذا يعني أرامكو. أرامكو براند نيم، أرامكو شيء مختلف، لكن بالنسبة للي خارج المنطقة الشرقية اسمعون، يعني إذا سامع، إذا شاف واحد منضبط بوقته قال هذا على تربية أرامكو مثلا. وبالمناسبة تربية أرامكو هذا مصطلح مشهور، لما يقول فلاحد أنا تربية أرامكو زي لما يقول لك أنا خريج هارفارد ولا خريج كامبريدج ولا خريج. أنا درست ثالث ثانوي في المنطقة الشرقية في الدمام، خريج المعهد العلمي في الدمام، والحقيقة كنت ساكن في مدينة العمال. مدينة العمال هذه مدينة بنتها أرامكو إلى الآن ما زالت حية قوية. لما تدخل أنت الدمام والخبر شوف تخطيط الشوارع تخطيط معين. قبل فترة كتبوا في عكاظ تقرير أعتقد 60 جسر في المنطقة الشرقية غير صالحة للاستعمال أو آيل للسقوط إلا جسر واحد. عندما اكتشفوا هذا الجسر لقوا أنه بنته أرامكو، وهو أقدمها بالمناسبة أقدمها. لما تتكلم عن أرامكو أنت لا تتحدث عن شركة زيت، لا، أنت تتحدث عن مجموعة أشياء تعنى بالمعرفة والثقافة والابتكار والعلم. بداية حياتي وأنا في الجامعة اشتغلت مراسل لمجلة القافلة، وعملت لهم عدة حوارات آنذاك، كانوا ملتزمين في النشر، ملتزمين في المكافآت، ملتزمين. الآن عندهم مشروع اسمه إثراء أيضا للقراءة. أيضا أكبر أرشيف، وهذه معلومة ترى كثير من الناس لا يعرفها، أكبر أرشيف للصور، صور المملكة العربية السعودية القديمة موجودة في أرشيف أرامكو. أتمنى يفرجوا عنها ويخلونا حنا المشاهدين والمشاهدات نتفرج عليها، لأنه عندما جاءت أرامكو للتنقيب في السعودية صورت آلاف الصور وحفظتها في أرشيف أرامكو اللي لا يكاد يكون له مثيل في السعودية. هذا أرشيف الصور. أيضا نشر وتاريخ ثقافة الزيت
وتاريخ ثقافة التعدين في السعودية لا تجدها إلا في أرامكو أيضا. أنت لما تكلم عن أرامكو تتكلم عن أيضا حزمة من الأنظمة اللي هي نشرت ثقافة الانضباط ومراعاة القانون والالتزام بالنظام. لم أنا في المنطقة الشرقية زمان وحنا يعني في الثانوي كنت أدرس ما يربط الحزام إلا حقين أرامكو، حنا نعتبره تخلف اللي يربط الحزام، ما كان أحد يربط، تكلم عن 20-25 سنة أيضا سواء ذكور أو إناث اللي درسوا في أرامكو أو تخرجوا تجد عقلياتهم مختلفة، تجد فكرهم مختلف. أعتقد أنه أرامكو ليست شركة نفط فقط بل يوازيها كما هو في هذا التقرير، واتمنى كل المشاهدين والمشاهدات يرجعوا له في جوجل ويقرأوا التقرير كامل يشوفوا ما معنى أرامكو في المعرفة في العلم في الابتكار، منهج التعليم مدى الحياة، عندهم عدة برامج، برنامج تمكين، يعني عدة برامج، عندهم كان صحيفتين، صحيفة القافلة الأسبوعية الداخلية وصحيفة القافلة الشهرية. القافلة الشهرية ما زالت تطبع وما زالت مجلداتها وأرشيفها ضخم، بل إنه من الغريب يعني وأنت تهتم في الأمور الثقافية يا بيحيى، الغريب إنك تجد مقالات للمازني والعقاد وطه حسين في القافلة، أنا ذاك كانوا يكتبون في القافلة لأنها كانت مجلة رصينة وأيضا كريمة في الدفع. تعرف الإنسان الأديب في الأخير يبحث عن المال بأي شكل كان، يعني في أقل شيء شفت 6-7 مقالات للعقاد نشرت في مجلة القافلة السعودية، والمقصود بالقافلة هي قافلة الزيت، كان اسمها قافلة الزيت فاختصروها إلى القافلة ونعم ما فعلوا. أنا أتمنى بس أنه كمان مجلة القافلة تكون متاحة يتوزع للمشتركين، أتمنى تباع في الأسواق حتى تكون متاحة للمحبين والقراء من أمثالك. أرامكو ليست شركة زيت بل هي مجموعة من الأشياء تعنى بالزيت وبالثقافة والمعرفة والوعي والابتكار والعلم والبناء. حتى دكتور برأيك نحتاج إلى استنساخ تجربة أرامكو؟ والله شوف هذا السؤال كنا قبل سنتين في برنامج يا هلا بالعرفج يعني طرحناه بشكل كبير. تعرف أنت لما يكون عندك موظف محترم ومنظم وكل شيء ترمي كل الشغل عليه، فأول شيء بقية الموظفين يتسيبون، ثانيا في إرهاق عليه. أنا أعتقد أنه قبل 5-6 سنين يعني تم إرهاق أرامكو في بناء ملاعب في بناء جامعات في بناء، أعتقد أنه تنشيط شركات أخرى ويعني ضبطها بمواصفات كمواصفات أرامكو جيدة. حتى أرامكو ترى تراجعت، اللي يعرفون أرامكو سألتهم اللي أهل أرامكو إنها تراجعت قليلا، ليست بتلك الأرامكو القوية، لكن ما زالت هي أفضل الأسوأ، ما زالت هي أفضل الأسوأ. نحن بحاجة إلى شركات مساندة تكون خلي إدارتها من قيادية أرامكو حتى تصعد عندنا أكثر من شركة، لكن لا أفضل إرهاق أرامكو بأشياء خارج نطاقاتها وتشتيتها. والآن عندهم ما شاء الله جامعة كاوست، أعتقد مكان جيد لتخريج القيادات الجيدة وتخريج أرامكوات إذا صحت التعبير، أرامكوات صغيرة هنا وهنا وهنا حتى تكبر. نعم، عندك شاهي في الاستديو في أمريكا دكتور ولا ما في؟ لا والله اليوم صايم طال عمرك. طيب ممتاز جدا، أنا كنت بقول لك اشرب شاهي حتى نطلع فاصل ونرجع، لكن سبح واستغفر حتى نرجع. فاصل ومكملين. حياكم الله من جديد في هلا بالعرفج، معي عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج من الولايات المتحدة الأمريكية. وصلنا معكم إلى فقرة مزايين الكتب، كتاب هذا الأسبوع من هيلين كيلر لمؤلفه غير تومبسون. هذا غلاف الكتاب جالسين نشوفه معنا الآن على الشاشة أمامكم، وهيلين كيلر اسم كبير جدا، سنتعرف على تفاصيل هذا الكتاب وهذا الاسم مع الدكتور أحمد العرفج. أمامكم هذه التغريدة من حساب الدكتور في تويتر اللي غرد اليوم عن الكتاب بخصوصها، ونسمع تعليقك يا دكتور على كتاب من هيلين كيلر.
شكرا يا أبا يحيى، شكلك إني عشان بعيد عنك في الاستديو بديت تلعب وتبزوط. أنت العادة تقول الأركان الثلاثة، لكن أنا حقولها نيابة عنك. طيب، في أي كتاب نعرضه في مزاين الكتب، في أي كتاب نعرضه في مزاين الكتب في برنامج ياهلا بالعرفج، نركز على ثلاثة أشياء. أولها إنه القراءة هي حياة، كما قال العقاد عندما سئل لماذا تقرأ قال لأن حياة واحدة لا تكفيني. الشيء الثاني أنه تلخيصنا للكتاب لا يعني أنه يكفي، لازم ترجع للكتاب. إحنا نعطيك قطعة من الكيكة وأنت تأخذ بقية الكيكة. الشيء الثالث أنه هو وجهة نظر، كل ما يقال في الكتب هو أمور نسبية وأمور وجهات نظر تحتمل. يعني دائما أشوف الناس في تويتر لما نقول كلمة كأننا إحنا قلنا الكلمة النهائية، لا، من حقكم تقول وجهات نظر. أنا في نظري هيلين كيلر، وليست سيدة، هي ما تزوجت، هيلين كيلر أنا أعتقد أنها معجزة من المعجزات، وهذا ليس كلامي. في الرابط اللي أنا حطيته كلام للشيخ الطنطاوي يتكلم عنها في 10 دقائق. لك أن تتخيل أن الإنسان يولد وعينه معصوبة وإذنه محشية قطن ولا يتكلم. تصوروا سيدة لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر، يعني لم يبقى لها من الحواس الخمس إلا حاسة الشم واللمس، ما في غيرها. فكان هذا المدخل لتعليمها القراءة والكتابة عن طريق اللمس. طبعا بلا شك هي بنت ولدت بهذه الأشياء، الإمكانية البسيطة، كانت عصبية وتغار وأهلها مدلعينها، وكانت بطريقتها عن طريق الإشارة. لما تبغى أمها تسحبها، ولما تبغى أمها تطلع من الغرفة تدفها، لما تبغى تروح مع أمها تمسك العباية وتطلع معاها، أو البالطو اللي كانت تلبس. وأنا ذاك، هي طبعا تكلم عن 1880 في ولاية ألامبا. هذه هيلين كيلر احتاروا أهلها كيف يعلموها، فسمعوا أنه في ولاية أخرى في مدرسة اسمها آني متخصصة في تعليم هذا النوع من الأطفال، فاستلمت البنت هذه وبدت تعلمها. البنت كانت مدلعة، ما ترضى تأكل بيدها، تلبس أي ملابس، تأكل من كل الأطباق. فالمدرسة صارت صارمة معها وقالت لأهلها لازم تخلوني أشتغل، لازم أعلمها الأدب. فصارت كل ما تسوي غضب وتزعل المدرسة تغلق الباب وتطلع أمها وأبوها برا تقول خلوني أنا وياها لين تتأدب. فصارت طبعا هيلين تأكل بملعقة وتلبس الملابس. بعدين تطورت، صارت يعني البنت كل ما المدرسة ضغطت عليها تلجأ لأمها وأبوها وبالعاطفة يفكوها منها. فطلبت المدرسة أن تعيش بكوخ مع هذه البنت لوحدهم، فعاشوا الكوخ لين سنتين تعلمت وكسرت الجدار كما يقولون، جدار الصمت والظلام. فصارت الآن البنت تمسكها الأب للقلم وتقول لها هذا، بعدين تكتب لها هذا قلم، تمسك لها ماء وتكتب لها ماء، ساعة ساعة. فبسرعة هي ذكية، تعلمت الأسماء والصفات وتعلمت الأفعال والأقوال، وانتشرت البنت، بدأت تعلم، دخلت الجامعة. شوفوا هذا الشيء الإكبار. احنا معانا خمس حواس وما زلنا نتعلم، هي محرومة من 3 حواس ومع ذلك تعلمت وأصبحت تحاضر فهار فرد واوا. بعدين هل انتهت حياتها؟ لا، عندما كبرت وصارت غنية تبنت مشاريع ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين في العالم. من قابلت؟ هنا السؤال، وهو اللي يرتبط بحلقتنا. حتى تذكرون لما قلت لكم الملك عبد العزيز قابل من؟ قابل الرئيس روزفلت. روزفلت كان عنده شلل أطفال، فجت قابلته، هي قابلت الرئيس لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة. الرئيس روزفلت طبعا الناس ما يعرفون أنه كان يحكم على كرسي عنده شلل أطفال، وهو الرئيس الأمريكي الوحيد اللي حكم أمريكا 4 مرات. هو الوحيد هذا روزفلت اللي قابل الملك عبد العزيز في البحيرات المرة، قابلته وساعدته، هي ساعدت الرئيس. شوفوا لما أقول لكم معجزة نعني ما أقول، بنت صماء بكماء لا تتكلم ومع ذلك تروح تقابل الرئيس، رئيس أمريكا، رئيس أكبر دولة في العالم، لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا قصتها مثيرة وجميلة، وهي كتبتها أيضا بكتابها قصة حياتي. أنا فقط أعطيتكم الملامح البسيطة والبعيدة من الكتاب اللي أنا تأثرت فيه. طبعا هذا الكتاب موجود في جرير وكله 60 صفحة، الواحد يقرأ في وهو يشرب شاهي أو قهوة مع تحفظ على القهوة يشربها ويقرأها. البنت كانت الحقيقة مدلعة،
حتى في طفولتها لما ياخذوها البحر كانت تقعد في عند البحر ساعه وتسال امها تقول ليش المحيط مالح، تقول لها والله ما ادري، وهي مصره تقول ما اروح البيت لين تقولوا لي ليش المحيط مالح. اي طفله مدلعه بهالشكل كانت عايشه، لكن مع ذلك اصبحت هيلين كيلر قبله وقدوه لي انا والملايين الناس من الناس اللي الله اعطاهم كل الصفات وكل المواهب وكل الحواس ولم يستثمروها. هذه بنت الفت كتب ومحاضره في الجامعه وتتحدث 5 لغات ومع ذلك لا تمتلك الا حاسه الشم وحاسه اللمس. اعتقد يا ابو يحيى نعم. انه لما نشوف واحده مثل هذه اننا نخجل كيف ما استغلينا هذه الحواس الخمس نعم. التي وهبنا الله إياه عز وجل. أعتقد أنها حالة تفكر وحالة سؤال أكثر من أنها كتاب نقرأه ونستمتع بقراءته. صحيح، وأنت مهتم بالسعادة ونشر السعادة دكتور. من الأشياء الغريبة أنه هيلين كيلر على الرغم من كل هذه الإعاقات اللي ولدت وعاشت وكبرت معها كان تكتب عن السعادة، وكان نلاحظ بعض الجمل والعبارات اللي تكتبها فيها فرائحية كبيرة، وهذا من قوة الإرادة والعزيمة اللي فعلا الواحد يتعلمها. طيب دكتور، في معنا كتاب آخر بننتقل له وناخذه، كتاب الغربة الثانية لعبد الله المعجل. هذا الكتاب يعني في رابط كبير ما بين مضمون حلقتنا اليوم وبين هذا الكتاب، ولكن قبل ما أسمع تعليقك على هذا الكتاب، في مقطع سابق من يا هلا تم الحديث فيه عن هذا الكتاب وتحدثت فيه عن الغربة الثانية، بنشوف المقطع بعد إذنك ونرجع نتحدث عنه. خلونا نشوف المقطع يا شباب. شيء هذا الغربة الثانية أبو سعد، هذا الكتاب قبل ما أتكلم عنه، أنت تعرف عندي صديق مثقف جميل جدا اسمه الدكتور عدنان اليافي. دكتور عدنان اليافي عاش الستينات والسبعينات في أمريكا ودرس، تعرف اللي كتبوا الطلبة السعوديين اللي كتبوا عن أمريكا كثير، ومع الأسف أكثر غثاء كغثاء السيل. بشهادة الدكتور عدنان يقول هذا الكتاب أفضل من تكلم عن مرحلة الستينات والسبعينات للطلاب السعوديين أو الخليجيين هناك. الكتاب هذا أيضا أنا طبعا أعرف سعاد المعجول، اليوم اتصلت عليها وهي سيدة راقية وهذا خالها. الجميل في الكتاب أنه كان في الغربة الأولى وهو يتكلم عن غربته في السعودية، الأستاذ عبد الله المعجل كتبه وكانت حتشاركه سعاد الكتابة، فاعتذرت تقول انشغالاتي واهتماماتي وكذا ابتعدت. بعد ما مات كان بادي بهذا في 40% كتب منه، فالعقد اللي بينه وبين سعاد المحبة والمودة والهموم المشتركة والقراءة والثقافة كملت سعاد هذا الكتاب. جميل اليوم جميل. أي والله، والكتاب طبعته دار الساقي، طبعا تعرف دار الساقي طبعا. لا تكتب أي شيء، وللأمانة هذا الكتاب من أجمل الروايات اللي تقرأها. والجميل فيه الاثنين كتبوه، يعني هي تقول أنا متمثلة، والغريب كتبت المقدمة بلغة مؤثرة تقول كل ما هممت بتكملة الكتاب يظهر خالي من الموت كأنه أمامي يقول لي شيلي هذه حطي هذه كذا. فالمقدمة لحالها لما تقرأها يعني تشعر بالقشعريرة. أنا حي الأستاذ السعاد وهي تنقل تحياتها للبرنامج يا هلا بالعرفج، وهي من نسخة الكويت، المعجل نسخة الكويت ومقيمة في الكويت، وأيضا ما قصرت أعطتني الكتاب وأعطتني كل ما يتعلق بتفاصيله ومعلومات عنه تقديرا منها للبرنامج فنشكرها. بنسمع تعليق الدكتور أحمد العرفج على هذا المقطع ولكن بعد الفاصل. والله من جديد في يا هلا بالعرفج. قبل الفاصل استعرضنا المقطع السابق من يا هلا بالعرفج واللي كان فيه حديث عن كتاب الغربة الثانية. دكتور اسمع تعليقك. شوف اشكرك اول شيء على انه انت ذكرت انه هيلين كيلر كانت تهتم بنشر السعادة. نعم، وهي شريكة لنا في صناعة السعادة رغم ما فيها، ودائما احنا ناكد انه السعادة يا جماعة لا تعني غياب المعاناة، بل تعني التعالي على المعاناة والتعالي على التعب. ولا كل إنسان في الدنيا لديه معاناة، اللي ما يعاني من الفقر يعاني من المرض، واللي ما يعاني من المرض يعاني من ضيقة الصدر، واللي ما يعاني من ضيقة الصدر يعاني من وجع في الركبة وجع هنا. فالكل الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان في كبد، فالكل يكابد.
لكن الشاطر من يتجاوز والشجاع من يتجاوز هذه المكابدات وهذه المواجع ويتعالى عليها ويصبح سعيدا، كما يقول أبو القاسم الشابي عندما علم أنه مريض: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. فأنا أشكرك أنه فعلا كانت تصنع السعادة وهي شريكة لنا. أما ما يخص الغربة الثانية، فنحن استعرضنا هذا الكتاب قبل سنوات مع طيب الذكر أبو سعد علي العلياني عن الغربة الثانية، وهو كتاب غريب. تعرف اللي كتبوا عن أمريكا، السعوديين اللي كتبوا كتب عن أمريكا كثير، لكن الغربة الثانية كما يقول صديقي القارئ الخبير بأمريكا الدكتور عدنان اليافي، يقول أنه أفضل من كتب عن أمريكا في الستينات من السعوديين هو الدكتور أول الأستاذ عبدالله المعجل الله يرحمه، اللي الأستاذة سعادة الله يطول عمرها بنت أخوه كملت المشروع بعد ما مات. أنت تسمع يا أبو يحيى الخريجين الستينات والسبعينات اللي خرجوا في أمريكا دائما في مجالسهم ينظرون لأمريكا بعين الكبار والامتنان، لما كنا في أمريكا ولما كنا في فيرجينيا ولما كنا في دالاس ولما كنا في لوس أنجلوس ولما كنا كذا، كانوا يتكلمون عن القيم اللي اكتسبوها، وكانت إلى حد كبير قيم تدل على النظام والاحترام والصرامة. ما شفت أنا ناس عندهم ولاء لدراساتهم مثل خريجين الستينات والسبعينات اللي درسوا في أمريكا، تجدوا في الجلسة يكرر لك 5-6 مرات: لما كنا في أمريكا، لما كنا في أمريكا، لما كنا. فأعتقد كتاب الغربة الثانية جميل إن الإنسان يعيد قراءته الآن، بالذات الناس اللي يزورون أمريكا وراحوا لأمريكا يشوفوا كيف المعاناة. يعني عبدالله المعجل كان يقول يعني أنه أنا لما أتصل على أهلي عن طريق السنترال أحجز قبل 3 أسابيع عشان تجيني المكالمة، ويقولوا لي ترى بعد 3 أسابيع الساعة 9 استعد حجيك المكالمة من أهلك في السعودية. نعم، يعني هذا نقل كبير لكثير من المعاناة. البرواز اليوم احنا عودناكم دائما انه البرواز يكون عبارة عن صورة، عبارة عن لقطة، لكن لان هذه الحلقة استثنائية بالكامل في مضمونها ومحتواها، ايضا البرواز في هذا الاسبوع استثنائي، وراح يكون فيديو من مقابلة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. نشوف الفيديو ونرجع نسمع تعليق الدكتور. And I assume this will be right at the top of the agenda when the Crown Prince meets with President Trump tomorrow. President Trump is considering, for example, ending the U.S. support for the Iran nuclear agreement. What's Saudi Arabia's position on that? Well, we've been focusing on the weapon of mass destruction, the WMD. What we should really be focusing on is the MD, is the mass destruction that Iran is committing in the region that threatens the regional security and international security. Iran, as I said, have been committing genocides in Syria, have been killing innocent people, have been basically continuing to do this destructive actions with expansionist ideology. We have to work together with our allies in the United States and the international community to push back on that. But do you think the U.S. should walk away from the Iran nuclear deal that was worked out with other permanent members of the UN Security Council in Germany? Well, we definitely think that the deal needs to be fixed. And we are basically an autopilot, but heading towards a mountain. And we need to fix the deal now, not to face the consequences later. Because the Crown Prince says Saudi Arabia doesn't want to develop nuclear weapons, but it would if the Iranians achieved that. Explain your position on that. Well, we will do whatever it takes to protect our citizens, our people, and our country. And so you're saying that Iran represents the number one threat to Saudi Arabia right now? Iran represents the number one threat to the region, the number one threat to the international security. They are continuing to escalate with their activities in the region, and they have currently, as I said, they have launched 95 ballistic missiles into Saudi Arabia, including our capital, and this is unacceptable. So just imagine if there's a terrorist militia in the United States borders launching ballistic missiles to Washington, New York, and Texas. This will be also unacceptable to any American citizen. إجابات ذكية، سرعة بديهة، وقوة في الحضور الإعلامي التلفزيوني، أعتقد أنه الأول للأمير أحمد بن سلمان، وأخذ مساحة كبيرة حقيقة من ردود الفعل ومن الانتشار، وهو من الأشياء اللي نفاخر حقيقة بها أن يكون لدينا هذا الحضور السياسي العميق جدا. قبل ما أنتقل للدكتور أبغى أشير إلى أنه الترجمة الموجودة حول المقطع هي للمترجم المميز ابن هباس، وله الشكر والتحية. دكتور أسمع تعليقك.
شكرا يا أبا يحيى لحفظ حقوق المترجم. عموما اللي الحقيقة كنت مع الأصدقاء هنا في واشنطن، سواء كانوا من السعودية أو من غير السعودية، الحقيقة مبهورين بظهور للأمير خالد بن سلمان. لكن أنت لما تقرأ المقابلة قراءة خارج النسق كما يقول أهل الحداثة، تلمح ملامح واضحة. أولها أن هذه إشارة للسياسة أو الدبلوماسية السعودية الشابة الجديدة، واضح أنه هذا هو التوجه، أنه السفير يتحدث بكل انطلاق. الشيء الثاني اللي لاحظه الناس أنه الحقيقة سمو الأمير لم يكن متلعثما، كان يتحدث فلونتلي بانطلاق وبانطلاقة مخيفة وبسرعة بديهة كما تفضلت. الشيء الثالث اللي يعرفون الأمير خالد بن سلمان يعرفون أنه من خلفية عسكرية، وتعرف العسكر دائما عندهم الخشونة والقوة والصرامة ويبتعدون قليلا عن الدبلوماسية. هذا الأمير ما شاء الله رغم خلفيته العسكرية القوية إلا أنه كان دبلوماسي وذكي. هو يعني هذا المقطع واحد من المقاطع، ولا في مقطع أكثر دلالة لما قال له تمكين المرأة في مجلس الشورى، فمباشرة هو رد عليه قال احنا عندنا مجلس الشورى تمكينه أكثر من الكونغرس، احنا عندنا المرأة في مجلس الشورى 20%، انتم عندكم هي تقريبا 15%. فهذه سرعة بديهة. الشيء الثالث في لغة السفير انه أيضا كان يحدث الأمريكي بتشبيهات وبلاغة أمريكية وليس ذهنية عربية، بمعنى هو قال له علاقتنا مع يعني الوضع مع إيران مثل طيارة من غير طيار يعني في مواجهة جبل. فهذا تشبيه يفهمونه الأمريكان هنا، لو قال والله إن كنت ريحا فقد رقيت عصارة كما يقول العرب ما حد يفهمه، لكن هو كلمهم بلغتهم. أيضا كان فيه روح الشفافية، ما في روح الكلام العام الدبلوماسي، لا كان واضح وشفاف وصريح أنه نحن سنتعاون مع أمريكا لإيقاف أسلحة الدمار الشامل التي تنوي إيران يعني صناعتها. أنا أعتقد أنه هذه مدرسة جديدة في الدبلوماسية السعودية ندشنها في هذا العهد، لم نكن نعرفها من قبل. أيضا أنه السفير يخرج بهذا الحضور المهيب والسرعة والحديث لم نكن نتعود عليه. أنا سعيد جدا أنه سفيرنا بهذا الحجم من الوعي وبهذا الحجم من اللغة وبهذا الحجم من الحضور، وإن شاء الله من هنا إلى أفضل وأفضل وأفضل. نعم، مثل ما قال الدكتور أحمد العرفج أنها مدرسة جديدة حقيقة في الحضور والحديث السياسي. كلنا فخر بهذه المقابلة للأمير خالد بن سلمان، والحضور الإعلامي للأمير خالد بن سلمان ليس في هذه المقابلة فقط، بل حتى في تدشين حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر، وحضوره وقربه من كثير من الناس ومن الجماهير من خلال الحساب الموجود على تويتر. من مقابلة وحديث الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز إلى فقرة حكاية أبو سفيان، دكتور وش عندك من حكايات اليوم في أهل بالعرفج؟ شوف في حكايتين، خلينا يعني الحديث عن السياسة الناس أحيانا يعني لا تحبذه كثيرا. في قصة ذكرها كثير من المشايخ طبعا، يمكن الحين يزعلون علي اللي ذكرته، مع أن المشايخ قد يذكرون ما حد يزعل، لكن أنا من نعم الله علي أني أعرف الصديق الذي كان مجاور لهذا اللي اسمه حمد. في بداية الثمانينات كان الدعاة ينتشرون في الكرة الأرضية يدعون إلى الله عز وجل، وكلهم كلهم يعني أهل ثقة إن شاء الله. فكان واحد اسمه حمد هو صديق صديقي هذا في الثمانينات، فلما جاء للدعوة هنا أمريكا الحقيقة حب ابنة الجيران، حب جيرانهم، والحقيقة كان رجل ملتزم نوى يتزوجها، فبدأ يفكر أنه يدعوها للإسلام، وبالتالي إذا أسلمت أنها يجب أن تنفصل عن زوجها المسيحي وبالتالي تحله. وكان داخل تحدي مع أصدقائه أنه والله إن شاء الله شهرين ثلاثة وبعدها حتشوفون إن شاء الله أنه أنا تزوجتها، استعدوا جهزوا لي هدية الزواج وكذا. فبدأ يعني يقنعها بالإسلام إسلام إسلام، وهو كان معجب فيها فأسلمت البنت. بعد ما أسلمت بعد فترة من أسبوعين ثلاثة قال لا الآن أنت ما لا تحلين لزوجك، زوجك كافر وأنت لازم تنفصلي عنه. فقالت خلاص أنا لازم أسمع كلام الإسلام مدام أني أسلمت. فقالت لزوجها الأمريكي، قالت له أنه كذا وكذا وكذا وأنا لازم أنفصل. تعرف غالبية المسيحيين أو
بعض الغير مسلمين وحتى المسلمين أحيانا أنهم يكون تمسكهم بدينهم ما هو ذاك التمسك القوي، يعني لا مانع لديه من تبديل دينه، فهو قال لا ما دام أنت أسلمتي وكذا خلينا نجرب أنا أكون مسلم مثلك. فأسلم الرجل، فذا الرجل طبعا لم يكن يتوقع ما حصل، فراح لأصحابه قال له ها بشر إن شاء الله الزواج الأسبوع الجاي، فهو كذا امتعض وعض شفتيه وقال أسلم ابن الكلب. طبعا هذه قصة مشهورة ومعروفة بس أنا أذكرها من باب المداعة، مع أنها قلت لك ترى قالوها مشايخ ما ودي أسمي أسماءهم لأن بعضهم يمكن يعتب علي، لكن قالوها كثير في الأشرطة، وأنا أقولها هذه من باب، لكن أنا أقول أنه هذا الداعية كان مخلص بمعنى أنه لم يبحث عن الحرام بل بحث عن هذه المرأة كزوجة. طيب لكنه أخطأ الطريقة. نعم جميل، بنريحك شوية دكتور ونطلع الفاصل ونرجع نكمل باقي فقرات يا هلا بالعرفج. حياكم الله من جديد في هلا بالعرفج، ضيفي عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج اللي شرفنا هذا الأسبوع من الولايات المتحدة الأمريكية، وصلنا معكم إلى فقرة هدية العرفج وهي الفقرة اللي اعتدتوها كل أسبوع، والآن بنعرض هدية يعني نستعرضها أمام الدكتور أحمد العرفج ونسمع تعليق الدكتور عليها، وهي تعليق لا وهي هدية عفوا لها علاقة بمحتوى حلقتنا اليوم. هذه هديتنا يا دكتور إذا كانت الصورة واصلة عندك، الشراكة السعودية الأمريكية معا ننتصر، وش تعليقك على هالهدية دكتور؟ والله شوف زيارة سمو ولي العهد إلى أمريكا بلا شك أنها حزمة من الاتفاقيات وحزمة من المشاركات وحزمة من المباحثات وحزمة من الأيام الطويلة التي ينتقل فيها سمو ولي العهد من ولاية إلى ولاية من أجل اتفاقيات ومن أجل مكاسب للوطن ومن أجل مكاسب للبلدين. أنا عجبني الشعار هذا أول ما شفته عجبني، أعتقد أنه من أجمل الشعارات لأنه بني على معنى. شوف أعتقد إحنا عندنا مشكلة في الوطن العربي، لو لاحظت مثلا أنه لو صار مشكلة بيننا وبين المصريين قالوا إحنا علمناكم وإحنا كذا وحنا نذلهم وهم يذلونا، لو صارت مشكلة بيننا وبين اللبنانيين نفس الحكاية، لو صارت مشكلة بيننا وبين السودانيين نفس الحكاية، كل واحد يعني يحاول يتذكر ماذا عمل الآخر ويذله فيها. لما تكون أنت تعطيني وأنا أعطيك بقدر متوازن هنا ما يكون مشاكل. في تقريبا في الشراكات في العالم يقسمونها الأمريكان إلى ثلاث أنواع من الشركات، أنت تخسر وأنا أخسر، أنت تكسب وأنا أخسر، أو الاثنين نكسب. أفضل أنواع الشركات اللي معا نكسب الاثنين يسموها win and win، win win، أنت تفوز وأنا أفوز. هذه الشراكة هي الواضحة الناجحة، أنا عندي مثلا مقدار من الساعات أبيعها عليك وانت تشتريها وبعدها تبيعها على اللي بعدك وتكسب. ايضا انت عندك قطن وانا عندي بترول، انت تعطيني قطن ما يوازي البترول اللي اعطيك اياه، وبالتالي ما حد يمن على حد ولا احد له فضل على حد، يسمونها المصالح المتبادله والعلاقات المشتركه، ما في احد يتفضل على احد، ما حد يذل احد. انا اتمنى انه مثل هالشعار هذا نتبناه في الوطن العربي بحيث انه ما في عطايا ولا في منح، في تعطيني عماله اعطيك انا راتب، ولا في أحد أحسن من أحد، المفترض كذا أنه العقد شريعة المتعاقدين وأنه أنا وإنت مصالح متكافئة. أتمنى مثل الشعار ذا دائما يفعل، ما أبغى أنا والله حنا أخوانكم، حنا أخوان في الدين، حنا أخوان في اللغة، حنا وحدة جوار، مصير مشترك، هذه مفاهيم معنوية لا تسمن ولا تغني من جوع يا أبا يحيى. اللي يسمن ويسمن ويغني من جوع هو العلاقات الواضحة. أنا عندي 20 دباب أعطيك
40 سيكل تعطيني إياها، هذا هو التبادل، والاثنين متراضين بدون ما أن واحد يكون أفضل من أحد أو واحد بعد 10 سنين يجي من على الثاني. المدرسين اللي درسونا وإحنا صغار، صحيح أنهم درسونا لكن أخذوا مقابل، ما درسونا عشان سواد عيوننا. إذن حنا متكافئين، يفترض أننا متكافئين. أما تقول لي لا والله أنا درستك وبس وبلاش، ما مستحيل هالكلام يقبل. أتمنى دائما نتبنى هذا، معا ننتصر، معا نتشارك، معا نبني وطن واحد أو وطنين أو 20 وطن. نعم، وكان الأمير محمد بن سلمان واضح في لقائه مع دونالد ترامب يوم قال إنه إحنا اتفقنا على الاستثمار ب 400 مليار دولار وإحنا في عام واحد أنجزنا 35% منها، يعني وضوح كبير جدا في هذه الشراكة. هذا وهذا، هذه الشراكات الصحيحة يا أنا أتذكر، هذه الشراكات الصحيحة مو الشراكات، يعني خلينا أسترسل شوي لأن الموضوع مهم. الأسر النجدية زمان وحتى الأسر في باقي المناطق إنه قايمة على الفزعة، مثلا اثنين إخوان تشاركوا إذا ماتوا صارت مشاكل، غلبها الحين منظور في المحاكم لأنه ما حد عارف كم رأس مال الثاني وكل واحد في نفسه شيء إنه الثاني ضحك عليه. لكن لما نجي حنا في شركة وإنت لك 20% وأنا لي 50% وهذا 40% واضحة، انفضت الشركة نتقاسم الخسارة ونتقاسم الربح حسب الحصص لكل واحد منا. لكن شغلة العرب هذه، شغلة الفزعات، اعزمني وعزمك والله جاني فلان وذبحت له ونبغاك تذبح له، هذه شراكات فاشلة ودائما تؤدي إلى المشاكل. طيب جميل، احنا قلنا لكم في بداية هذه الحلقة انه بالفعل احنا اليوم جالسين نقدم مضمون استثنائي في مثل هذه الحلقة. بدأنا الاستثناء بالمضمون اللي كان متعلق بشكل كبير بالعلاقات السعودية الامريكية، اكملنا هذا الاستثناء بانه فقرة برواز كانت عبارة عن فيديو لمقابلة الامير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، والاستثناء اليوم ايضا في فقرة او اسمها لوحة وموسيقى. هذه الفقرة عبارة عن قطعتين موسيقية للموسيقار الكبير عبد الرحمن باحمدين. بنتابع المقطعين، ناخذها مقطع مقطع ونسمع تعليق الدكتور عليها. المقطع الأول من فقرة لوحة وموسيقى لفناننا الكبير عبد الرحمن باحمدين، نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم دكتور أحمد العرفج، السيد المضيف، السيدات والسادة، مشاهدي ومتابعي هذا البرنامج الرائع يا هلا بالعرفج. تحية وحب وشوق من وطننا الغالي. أود أن أساهم وأهديكم مقطوعتين موسيقيتين قد قمت بتأليفهما منذ قرابة 5 سنوات. أولاهما تتحدث عن وطني ونشأت وطني، وأسميتها Queen of Desert، وهي ملكة الصحراء بالفعل، وهي مكونة من 3 لوحات موسيقية. اللوحة الأولى تتحدث عن جمال الصحراء وسكونها وهدوءها وليلها المهين واللي يتخللها بعض الجمرة أحيانا اللي يدرك جمالها أهل الصحراء. ومع كل هذا الجمال ينتاب الخوف والقلق من الوضع الغير مستقر والمطاحنات التي تحصل بين الناس والقبائل في ذاك العصر. ومن ثم اللوحة الثانية مجيء الموحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله ووالدينا والمؤمنين، فصالح وأصلح وحزم بقوة الدين ثم العزيمة. وصورت هذا باستغلال ترنيمة موسيقية شعبية أساسية باسم نجد شامت. نجد شامت ولعبتها بصوت الربابة ستمثل بيها. ومن ثم اللوحة الثالثة تمثل الاستقرار والازدهار والنهضة العمرانية والثقافية والتعليمية التي نشأت في بلد الله وطن
المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. هذا ما حببت أن أشارك به ومعليش باقتضاب لأنه الوقت حق الواتساب تعرفه قصير. تحياتي عبد الرحمن بحمدين. عبد الرحمن باحمدين يتلذذ حقيقة بالإبداع والفن الموسيقي. شكرا له على هذه اللوحة والقطعة الموسيقية الراقية والأنيقة جدا. المقطع الثاني أو القطعة الموسيقية الثانية نتابعها الآن. السلام عليكم مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام أحبتي. الموسيقى المقطوعة الثانية التي ألفتها كانت بعنوان دي Wake Up of the Giant، وهي تعبر عن قصة نشأة شركتنا العظيمة أرامكو السعودية. أرامكو كنت بتخيل في اللوحة الأولى، معلش باقتضاب مرة أخرى عشان الوقت، اللوحة الأولى تمثل خبير نفطي أجنبي ينقب عن النفط في وطن وبيئة غريبتين عنه، لم يكن له سلوى غير آلة الهارمونيكا الخاصة به اللي جايبها معه من أمريكا، يسامرها وتسامره بموسيقى أجنبية أو مقامات سليمة، يعني ما فيها الربع التون الشرقي اللي يستحسنه الناس عندنا، ونحن لحسن حظنا ربنا حبانا أن نتقبل كل أنواع الموسيقى ربع تون أو بدون تون في المقامات الشرقية.
يجلس السامر نفسه في الليل ويعزف. ثم اللوحة الثانية تمثل أهازيج أهلنا من المنطقة الشرقية الأحبة، هم يرددون أهازيج الخليج البحارة، هيلي يالله هيلي يالله. وإذا بهذا الغريب يستحسن ذلك ويأنس بهم ويندمج، حتى أن مسامرته مع آلة الهارمونيكا بعد كده أصبح يتخللها الربع تون رغم أنها نفس الموسيقى، لكنه استوعب هذه الصداقة وهذا المجتمع اللي احتضنه مرة أخرى. وطبعا بتعزف بعزف بهانك، حاول تظهر فيه الهانك تبع الخاص ببلدنا السمة الأساسية. كانت اللوحة الثالثة وقد بدأت الحماسة والتنقيب وتكتل الناس والسكونة في المنطقة الشرقية، واستقطبت وإنشاء مدينة الظهران. ومن الله على الجميع بظهور النفط، وبدأت الناس تعيش وتعيش نهضة أخرى، بل قفزة حضارية، لأنه الإنسان السوي يستغل كل ما يأتيه الله من رزق في قفزة حضارية وليس قفزة عنف إلى الوراء. فوضعت تصوري في 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 اللوحة الثالثة على كلمات ألفتها بنفسي. قلت أرامكو أرامكو، ثقة بالله ثم بالمليك والوطن، ثقة عزيزة دامت لنا طول الزمن، دستورنا قرآننا هو العزيز به يسمو الوطن، أبناؤنا فخر لنا هم الآمل بهم بهم يحيى الوطن. أرامكو 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 السعودية. شكرا لكم، وأتمنى لكم إقامة سعيدة في هذا البلد الصديق، وتحياتي للجميع. شكرا لكم. عبد الرحمن باحمدين.
هذه قطعتين موسيقية لعبد الرحمن بحمدين، يمكن يعني أنا أقل من أني أقول رأيي في قطعة موسيقية، بس الإحساس الموجود في هذه القطعتين شيء كبير جدا، وموسيقى راقية وأنيقة جدا. دكتور، إيش تعليقك؟ أول شيء أشكر الموسيقار الكبير الأستاذ عبد الرحمن بحمدين، وهو بالمناسبة ضيف دائم على يا هلا بالعرفج. هو لحن أغاني كثيرة لمحمد عبده والطلال والمجموعة كبيرة من الفنانين، فهو موسيقار كبير أيضا. أيضا اللمسة هذه اللي استوحاها من الصحراء، ولا أخفيك أنا سرا أني رسلت المقطع أمس لصديق لي مصري عاشق للموسيقى ويفهم، فقلت له ترجم لي هذه الموسيقى ماذا تعني. قال كلام 90% نفس الكلام اللي قاله الأستاذ عبد الرحمن بحمدين. شوف الغريب أنه هو استطاع الرسم بالموسيقى. احنا نعرف الرسم بالريشة، الرسم بالكلمات كما يقول شيخنا نزار قباني، لكنك الرسم بالموسيقى أعتقد أنه مصطلح جديد، والأستاذ عبد الرحمن بحمدين من اللي ساهموا في نشر هذا المصطلح، رسم اللوحات بموهبة. وأشكر أنه خصنا، ترى هذا المقطع لم ينشر، خصه لبرنامج يا هلا بالعرفج، فأنا أشكره إن شاء الله أنه متواصل معنا موسيقارنا الكبير. أنا لا أبدي رأيي ولا أنت، نحن نتذوق زي واحد يتذوق وجبة جميلة لكن لا يستطيع أن يطبخها، نحن تذوقناها واستمتعنا. أنا في الاستديو هنا بين جدراني أربع، لكن الموسيقى ذي نقلتني إلى صحراء الدهناء، إلى بير الغوار، إلى بحدرية، إلى بير السفانية، نقلني إلى وطني، إلى البدايات في وطني، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. نعم، مثل ما قال الدكتور حقيقة أنه بالفعل إحنا نتذوق، وأنا مع شكر الدكتور لعبد الرحمن بحمدين موسيقارنا الكبير. أنا أيضا أشكره أنه خص يا هلا بالعرفج بهاتين القطعتين الموسيقيتين وبهذا التسجيل والفيديو اللي ظهر فيه معنا. بعد الفاصل مكملين معكم في يا هلا بالعرفج. حياكم الله من جديد في يا هلا بالعرفج، وصلنا معكم إلى فقرة الفيديوهات. معنا مجموعة من الفيديوهات نستعرضها ونسمع تعليق الدكتور عليها. خلونا نشوف المقطع الأول يا شباب. إلى برنامج الدكتور أحمد العرفج يا هلا بالعرفج. أنا معاذ العمري، طالب ماجستير اتصال استراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية. حابب أخذكم اليوم معي في قاعة الملك عبدالله الثقافية بالملحقية الثقافية السعودية. هذه الجولة في هذه القاعة اللي افتتحت عام 2011 وظلت طوال هذه السبع سنوات عبارة عن معرض نقل التراث السعودي والثقافة السعودية القديمة والحديثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أبدأ معكم هذه الشجرة اللي تحتوي على أحد أهم وأبرز الأشجار في المملكة العربية السعودية، وهو النخيل المعروف بالتمر والرطب، وهو ما يفتقد بعض الأمريكان ويتم شرحه لهم. هذه القاعة الصغيرة هي عبارة عن مجلس تراثي سعودي تراديشن لبعض المقتنيات اللي تكون في المنازل السعودية، مثل سعف النخل وهذه المروحة وأباريق الشاهي والقهوة وطريقة التحميص القهوة والحطب، إضافة إلى حتى أكرمكم الله الزبيري الشرقي. هذه التفاصيل الدقيقة التي تخفى على المجتمع الأمريكي حرصت الملحقية الثقافية على نقلها في قالب جميل و يعني بسيط جدا. هذه عبارة عن مجسم للملك عبد العزيز رحمة الله عليه، مؤسس المملكة العربية السعودية عند دخوله إلى الرياض. هنا بعض المقتنيات التراثية مثل الخنجر والسيف، إضافة إلى صور الملوك ابتداء بالمؤسس الملك عبد العزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد الملك فهد والملك عبد الله رحمة الله عليهم والملك الحالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. هذه مبخرة تعرض وبوصف باللغة الإنجليزية وعلم المملكة، وهنا
لأبرز أبرز ما يتم في ذوي الحرف والمهن من المملكة وجميع مناطق المملكة. زي ما تشوفون يعني صور من شتى أنواع الحرف شمالا وجنوبا وغربا وشرقا وفي الوسط من المملكة العربية السعودية. هذا السكرين، هذه الشاشة تعرض بالتفاصيل هذه المنحوتات وهذه التراثيات. هنا الربابة، وهناك الصقر، وهنا بعض المجوهرات البدوية القديمة والتي يتم الإقبال عليها بشكل كبير. أنا كطالب في الولايات المتحدة الأمريكية شهدت كثير من الإقبال على هذه المقتنيات التراثية. هنا المملكة العربية السعودية الحديثة، هذاك الشق القديم وهنا الشق الجديد. صور الملك عبد الله رحمة الله عليه في هذا اللقاء عام 2005 تم انبثقت فكرة الابتعاث ما بين الرئيس جورج بوش الابن والملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وهذا أول طالب سعودي يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بخطاب الابتعاث مع الملحق الثقافي في تلك الفترة. صورة الملك عبد الله بالمبتعثين، إنجازات المبتعثين في الملحقية الثقافية. هذا مجسم للتوسعة في الحرم المكي الشريف. هذا المجسم يعد أحد أبرز وأهم المجسمات في المملكة. الملحقية الثقافية حصلت عليه ولا يوجد منه غير ثلاثة مجسمات، اثنان في السعودية والثالث هنا في أمريكا. المصحف، الكسوة، كسوة الكعبة الشريفة، وهنا يتم عرض للشعب الأمريكي بعض من لكن بعض من معلومات عن الابتعاث والمبتعثين، مجسم عن الحرم المدني. أحب أرجع على آخر صورة هنا في قاعة الملك عبد الله الثقافية. هذه الصورة اللي تم رسمها بالخرز عن طريق أحد الفنانين الإيطاليين أو الأوروبيين، طبعا توفي بعد ما انتهى من هذا العمل بأسبوع فقط. أتمنى أن تكون هذه الجولة مناسبة لكم وأفدتكم فيها لبرنامج أحمد. شكرا لمعاذ الخلف على هذه الجولة في الملحقية الثقافية السعودية. دكتور تعليقك. وأنا أسوي رتويت للشكر حقك لأبو محمد الأستاذ القدير والصحفي في الشرق الأوسط معاذ العمري، والحقيقة أنه اليوم بذل جهد كبير لأنه زي ما أنت عارف الحركة صعبة والمطر والثلوج في كل مكان، حتى الملحقية كانت مغلقة وفتحوها لنا أيضا عشان التصوير هذا. أشكر الملحق، سعادة الملحق، وأشكر القائمين على الملحق اللي بذلوا كل الجهد من أجل يخرجون لنا هذا المقطع، الشرح الموجز للمشاهدين والمشاهدات اللي في السعودية شافوا شيء جديد وشافوا شيء جميل. إن شاء الله أننا حنشوف أيضا أخونا معاذ زميل لنا في المستقبل في أي قناة إعلامية أو منبر إعلامي. أحييه وأحييه وأشكره على شرحه هذا الجميل. نعم، شكرا لمعاذ العمري وتحية حقيقة لكل الطلاب والطالبات السعوديين في أمريكا. نشوف المقطع الثاني. السلام عليكم، أنا موضي الخلف، مالكة لمطعم الديرة السعودي بمنطقة واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة الأمريكية. الفكرة من إنشاء المطعم ما كانت تجارية بحتة، يعني كان أحد الأهداف الرئيسية أيضا رسالة ثقافية للآخر ورسالة اجتماعية. أثناء عملي بالملحقية الثقافية بأمريكا لاحظت النقص الحاد في المطاعم التي تمثل هويتنا الخليجية السعودية. يوجد مطاعم يمثل مثلا الثقافة اللبنانية أو الأفغانية أو اليونانية، لكن ما في أي مطعم يمثل هويتنا إحنا الخليجية السعودية. لذلك نبعت الفكرة
من أهمية وجود هذا النوع من المطعم، وحرصت كثير أثناء اختيار الأكلات المتوفرة أنها تمثل جميع مناطق المملكة. فمثلا عندي المرقوق من المنطقة النجدية، فيه جريش حايل من الشمال، الهريس من الشرقية، الصيادية مثلا من الحجاز، المندي من الجنوب. وأيضا حرصت أنه المنيو يعكس هذه المعلومة لمن لا يعرفها. فمثلا عند وصف الصيادية أذكر أنها من المنطقة الفلانية وتتكون من كذا وكذا وكذا، ونفس الشيء للأطباق الثانية. من ضمن أيضا الأدوات اللي حقق فيها الرسالة الثقافية ديكور المطعم. المطعم يتكون من جانبين، جانب جلسة أرضية بديكور خيمة، يكون الزبون يجلس فيه على الأرض، يأكل على سفرة بيده، وهذه أيضا يستمتعون فيها اللي يحبون يستكشفون الثقافات الجديدة. وجانب آخر طاولات لكن بديكور سعودي، حتى التحف واللوحات اللي على الحائط كلها تعكس الثقافة السعودية. أول ما افتتح المطعم وكما هو متوقع كان أغلب الزبائن من السعودية ومن الخليج تحديدا، ثم اتسعت الدائرة لتشمل الزبائن العرب ثم المسلمين اللي يبحثون عن طعام حلال. الآن تقريبا ثلث زبائن المطعم من الأجانب الغير عرب الغير مسلمين، محبي استكشاف الثقافات المختلفة، وهذا شيء أنا أفتخر فيه، يعني كرسالة ثقافية تحققت جزئيا. الجانب الآخر اللي هو الاجتماعي، حبيت أيضا أن هذا المطعم يكون زي الدار اللي تجمع السعوديين والخليجيين والمسلمين، اللي تجمعنا ثقافة مشتركة. فحرصنا أن نسوي أعياد بمناسبات، بفعاليات بسيطة للأطفال، رسم على الوجوه، بالونات، في أيضا حنة للسيدات. أيضا رسالة اجتماعية أخرى أنه المطعم حرص أنه يفتح أبوابه ليالي نسائية، فمثلا عرض أزياء في ليلة نسائية، جلابيات رمضان، يعني هذه رسالة ثقافية واجتماعية في نفس الوقت. أيضا ليالي سيدات للمقيمات والطالبات المحجبات اللي يفتقدون إلى المناسبات الاجتماعية بدون رجال بدون حجاب، تستطيع أن تستمتع المرأة في بيئة نظيفة وآمنة، يعني إذا صح التعبير. فكنا نسوي ليالي نسائية فقط للسيدات اللي حابين يستمتعون بأجواء سعودية داخل أمريكا. من هذا المنطلق أنا دائما أحب أني أعبر عن المطعم بعبارة واحدة، أهلا بكم في بيتكم وديرتكم. هذا الفيديو لعضو مجلس الشورى الدكتورة موضي الخلف، تعليقك دكتور. أشكر والله الدكتورة موضي، للحقيقة بذلت جهد حتى في التصوير في الملحقية، بحكم أنها كانت تعمل في الملحقية بذلت جهد كبير. نحن لا نعمل دعاية للمطعم، بل المطعم يعمل دعاية لنفسه. المطعم أكثر من تجارة هو رسالة ثقافية زي ما شرحت الدكتورة موضي، وإحنا موعودين بكرة إن شاء الله في زيارة المطعم. زي ما شفت المنيو كيف ممتاز، المناسبات اللي تصير، الثقافة أيضا، حتى الدي جي، المناسبات للسعوديين اللي يعملونها هنا. اسم المطعم لوحده، والآن هو اليوم مريت من عنده محتفي في صورة سمو ولي العهد وصورة الملك سلمان بمناسبة الزيارة الكريمة. أيضا الدكتورة موضي أيضا للأمانة هذه لم تكتشف بعد، أنا في نظري كمية من المعلومات، وعاشت فترة طويلة في واشنطن. أيضا لا أخفي سرا إذا قلت أنها كان لها اليد الطولة في تشريع تمكين المرأة في الأندية الطلابية، بمعنى أنه أنا أعرف أن هي، وإن شاء الله حترويها لنا في يوم من الأيام، أنه هي لما كان انتخابات الطلابية هنا كانوا دائما منتخب رئيس الأندية يكون رجل، فهي ساهمت وأسست لتشريع قانون أنه يكون المرشح الفائز الأول إذا كان رجل فالمساعد طالبة، وإذا كانت الطالبة هي الأول فالثاني يكون طالب، يعني يكون يا الرئيس النادي يا نائب الرئيس واحد منهم يكون امرأة، وهذا من باب التمكين. وهي شرعت وإلى الآن التشريع هذا ماشي. الحقيقة أنا أشكر الدكتورة موضي في هالرحلة، ما كانت معانا وترشدنا وتعطينا المعلومات بحكم أنها عاشت فترة طويلة، وسألتها يعني كيف ما شاء الله أنت بالرياض وعضوة فاعلة
في السوشيال ميديا وفي الشورى، كيف تقدرين تدرينا؟ قالت بالكاميرات، كاميرات اللي في مطعم واشنطن تظهر الصورة في الرياض وبالتالي تتابع المطعم. أيضا هي أهملت جانب التدريب، أنا أعرف أنه بنات كثير تدربوا في نفس مطعم الديرة ثم فتحوا مطاعم، فهو أيضا أكاديمية لتعليم الطبخ وفنون الضيافة وفنون الكرم العربي. شكرا للدكتور مفيد. طيب هي أهملت جانب التدريب، بس أهم شيء دكتور ما تكون أهملت جانب النباتيين مثلك، تكون وفرت وجباتهم. لا أكيد، هي قالت لي أنت تعالوا، على فكرة أنا قلت لها إيش رأيك أنك تعطي أي مشاهد ومشاهدة من برنامج يا هلا بالعرفج تعطيها خصم 10%؟ قالت إن شاء الله. فلا أهملت النباتي ولا أهملت الجمهور والمشاهدين اللي أحيانا نتعبهم في الكلام ونثقل عليهم. طيب يعني حلو، خصم 10%، هذا يعني خبر جميل. هنشوف المقطع الثالث والأخير. يا مرحبا بالدكتور أحمد العرفاج، نورت أمريكا يا عامل المعرفة. حقيقة في موضوع جدا جدا مهم نبغاك تتكلم عنه في أهل العرفاج، واللي هو حقيقة القمم والدكاترة السعوديين الموجودين هنا في أعظم مستشفى في بوسطن، اللي هو مستشفى بوسطن للأطفال اللي حقيقة تتعالج فيه طفلتي. دكاترة مميزين جدا، ويعمل بهذا المستشفى 4 دكاترة من أهم وأفضل التخصصات النادرة الموجودة في هذا المستشفى. فمن حقيقة حق هؤلاء الدكاترة وحقنا عليك كسعوديين أن تستعرض، ونحتاج منك كلمة في برنامجك يا أهل بالعرفج، البرنامج المتابع والبرنامج المميز، أنك تتكلم عن هذه الفئة اللي حقيقة لم تعطى حقها إعلاميا. لذا مني، وأنا طبعا كما تعلم أنا كنت ضيف دائم في برنامج هلا وأعرف مدى متابعة الناس لهذا البرنامج المميز، أحتاج منك حقيقة يا دكتور أحمد أنك تخبر الناس وتخبر مشاهديك بهؤلاء الأطباء السعوديين المميزين. ولك أجمل تحية من ابنتك نادين ومن والدها ندى الجليدي. محمد. لا اسمه أحمد. دكتور. أيوه محمد. لا اسمه أحمد. أيوه محمد. أعطيه بوسة يلا. واحدة ثانية. قولي يا ويلكم في أمريكا. أولا تحية للكاتب والمهندس ندى الجليدي على هذا المقطع، وألف سلامة لابنته، الله يمتعه بشفائه وعافيتها يا رب. وثانيا تحية حقيقة لكل الأطباء السعوديين في بوسطن وفي كل مكان على وجه الأرض. تعليقك يا دكتور. برضو رتويت على كلامك على المهندس ندى، وأيضا الله يعيد عيده للوطن ويشفي بنته ويشفي جميع مرضانا نادين الجميلة هذه. وشكرا أن أعطتني بوستين وبرد للبوستين إن شاء الله. الشيء الثاني كان في، تعرف روتانا سباقة لكل جميل، كان في تجربة جميلة يا هلا أمريكا بداها صديقنا نعم. الوفي الحبيب علي العلياني قبل سنوات، وكانت تعرض نماذج من الطلاب والطالبات. أنا أتمنى من روتانا أيضا تكمل المسيرة، وأن يكون هناك برنامج اسمه وجه من بلادي. وجه من بلادي، أنا أعرف أنه في أمريكا لا يقل عن 100 طبيب سعودي من أعلى التخصصات ومن أحسنها، وفي بريطانيا مثله وفي استراليا وكذا. لو كان هناك وجه من بلادي مدة ربع ساعة وكل أسبوع يسلطون الضوء على طبيب أو مهندس أو صاحب مخترع أو صاحب اكتشاف أو إلى آخره. أتمنى، وروتانا دائما سباقة وتحمل هذا الهم. أنا أعرف أنه عندنا قامات كبيرة أطباء سعوديين يعملون في بوسطن وفي غير بوسطن، إن شاء الله أنه يجي الوقت ونلقي الضوء عليهم. إذا أنه ما قدرت روتانا، فإحنا ممكن نسوي فقرة في أهل بالعرفج وجه من بلادي، طبيب يتكلم عن نفسه في حدود 3 دقائق ونستعرضه من أجل شحذ الهمم وشحذ الناس والارتفاع بالطموح إلى الأعلى والأعلى والأعلى. جميل، تحية لهم حقيقة لكل الوجوه السعودية المشرقة في كل مكان على وجه الأرض. ويظل واجبنا كبير أمام هذه الطاقات والكفاءات والكوادر اللي حتى وإن قصرنا إعلاميا معهم إلا أننا لم نقصر في فخرنا الكبير بهؤلاء. معنا الفاصل الأخير في هذه الحلقة، وبعد الفقرة اللي تعودتوها سيرة وتر، وراح تكون أيضا بشكل استثنائي.
حياكم الله في الجزء الأخير من حلقة يا هلا بالعرفج لهذا الأسبوع، فقرة سيرة وتر، الفقرة اللي نعرض فيها دائما أغنية، والأهم من عرض الأغنية سماع قصة هذه الأغنية من بعض الناس اللي عايشوا الأغنية. هذا الأسبوع ولأن كل المحتوى استثنائي ولو علاقة بكل ما يحدث في العلاقات السعودية الأمريكية، أغنيتنا لهذا الأسبوع ستكون أغنية فروزن للمغنية الأمريكية الشهيرة مادونا. في البداية بنتابع مقطع من الأغنية مع ترجمة عربية ونرجع. هذا مقطع من الأغنية. قصة هذه الأغنية نسمعها من الأستاذة رحاب هوساوي وهي مقدمة برنامج بلاك كوفي. شخصية مادونا فنانة استعراضية ومغنية وراقصة وكاتبة أغاني، منتجة ومخرجة وممثلة، وعرضت أزياء وكاتبة وسيدة أعمال وناشطة إنسانية أمريكية من أصول إيطالية. على مدى السنوات الثلاثين الماضية هي واحدة من الرموز الثقافية الأكثر أهمية، قد وصلت إلى مستوى غير مسبوق من القوة وقادرة على السيطرة على الشارع، صانعة للترفيه. تركت مادونا تأثيرا كبيرا على الكثير من الفنانات في مختلف أنحاء العالم، كما امتازت مسيرتها الفنية بنجاح كبير في المجال الموسيقي، كما اشتهرت باستخدامها لأساليب الإثارة. لقبت بملكة البوب لأنها كانت أنجح المطربات الذين اشتهروا في مجال أغاني البوب. شاركت مادونا في العديد من الأفلام السينمائية، وقد حصلت على جائزة جولدن جلوب أو الكرة الذهبية عن أفضل ممثلة. هي من أقوى 25 امرأة في آخر 55 عاماً، أو كما اختيرت وفقاً لجريدة تايم. كانت وما زالت ظاهرة فنية في عالم البوب لن تتكرر. أثرت مادونا على عدة أجيال موسيقية، وقد برزت عدة مغنيات في العالم ممن تأثرن بأسلوبها الغنائي وحظينا شهرة عالمية. الكثير ممن تأثرن بأسلوبها الموسيقي وشخصياتها وجراءتها
اشتهرت باستخدامها لمقابلاتها وكليباتها وحفلاتها للتعبير عن مواقفها الجريئة في السياسة والدين. أنا أنصحكم بأنكم تقروا سيرة ذاتية لمادونا في كتاب دائما يحكي عن مادونا، وأنا من الناس اللي حبيت شخصيتها. شكرا للاستاذة ريحاب هوساوي. دكتور فورزن، وانتم تتجمدون الان في امريكا، واضح من الطقس عندكم ومادونا. طيب لين حتى يسمعني الدكتور احمد العرفج، ابغى اشكر اكرر شكري للاستاذة ريحاب هوساوي. ابغى اكرر ايضا توضيحي لحلقه هذا المساء انه احنا تعمدنا انه يكون المحتوى استثنائي الى حد كبير، وسبب هذا الاستثناء هو زياره صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد الى الولايات المتحده الامريكيه في هذه الايام. في نقطه مهمه ايضا في هذا الموضوع، احنا على مدى اليومين الماضيين كنا متابعين لهذه الزيارة، ونقدم من خلال يا هلا تغطية واسعة لكل مجريات زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الحلقة هي جزء أيضا من هذه المواكبة لهذه الزيارة. عشان أذكركم وأذكر الدكتور في هذه الأغنية قبل ما أسمع تعليقه عليها، بنرجع نشوف المقطع المترجم لهذه الأغنية وأخذ كلام الدكتور وتعليقه. See you.
كان هذه أغنية الفنانة الأمريكية الشهيرة مادونا حقيقة بسبب الأجواء الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية فقدنا التواصل مع الدكتور أحمد العرفج والربط وصوته ما صار واصل عندنا تمنينا أن يكون معنا في هذه اللحظة الأخيرة والختامية ولكن يعني إن شاء الله نعوضها في الأسبوع الجاي بإذن الله تعالى أبغى أؤكد قبل ما أختم هذه الحلقة على أنه يا هلا يواصل تغطيته لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية المحتوى الذي قدمناه في هذه الحلقة هو جزء من حضور العلاقات السعودية الأمريكية وأتمنى أن استطعنا أن نفي باستعراض مضمون مختلف إلى حد ما في الأيام المقبلة سنواصل معكم هذه التغطية دائما وأبدا شكرا لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا بالعرفج يا هلا بالعرفج يتجدد معكم الأربعاء المقبل إن شاء الله ويا هلا إن يلتقيكم غدا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل أسبوعكم على خير.